عندما نكرم كوكبة من أبناء الوطن ندرك أن الوطن بخير وأن هؤلاء هم أمل الوطن وعدة المستقبل. تعمل المنظمة على بناء هذا الجيل، هذه الأزاهير، هؤلاء الأطفال، ويعملون على ربط التربية بالفكر المبدع الخلاق لبناء الوطن وحمايته. مهمة منظمة طلائع البعث منذ تأسيسها، عندما أسسها القائد مؤسس حافظ الأسد، كانت الغاية منها اكتشاف المواهب وصقل هذه المواهب ووضعها في الطريق الصحيح. طبعا ربما نحن في هذه الأيام ربما نكون أحوج من أي يوم مضى لاكتشاف هذه المواهب ولإعاشة أطفالنا بأجواء طبيعية افتقدوا إليها خلال سنوات ست مضت. نحن بحاجة إلى إعادة إعمار ما تهدم في نفوس وعقول وسلوك بعض الأطفال بسبب هذه الأزمة القاسية عليهم جدا وعلينا جميعا بالتأكيد، وبالتالي أن نعيد إعمار هذا الوطن معا يدا بيد.